النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. سجل المهاجم الكاميروني صامويل إيتو 3 أهداف قاد بها فريقه تشيلسي للفوز على ضيف مانشستر يونايتد ب3 أهداف مقابل هدف في المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي، وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بـ2 سجلهما إيتو الذي عاد من بداية الشوط الثاني وأحرز الهدف الثالث، في حين سجل خافير هرنانديز هدف مانشستر الوحيد. ورفع تشيلسي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر. في السياق ذاته أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أن المهاجم فرناندو توريس يواجه الغياب لبضعة أسابيع بعد إصابته في أربطة الركبة خلال مباراة مانشستر يونايتد. وقال مورينيو: سنفتقد فرناندو توريس لبضعة أسابيع مع وجود إصابة في الأربطة الجانبية لركبته. قاد المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور فريقه توتنهام للفوز على سوانزي سيتي ب3 أهداف مقابل هدف، ورفع توتنهام رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليفربول. فرض ليفانتي التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيف برشلونة في المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة. من جانبه فشل أتلتيكو مدريد في اقتناص صدارة الدوري الإسباني بعدما اكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه إشبيلية في المرحلة 20 من المسابقة، وبهذا التعادل رفع أتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة متساويا مع برشلونة في المركز الأول. وصل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري الفرنسي بفوز كاسع على ضيفه نانت بخماسية نظيفة في الجولة 20، ورفع البي اس جي رصيده إلى 50 نقطة في المقدمة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه. أخيرا خرجت الروسية ماريا شارافوفا من منافسات فرد السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بخسارتها في الدور الرابع أمام سلوفاكيا دومينيكا بـ2-1. ويأتي خروج شارافوفا من المسابقة بعد يوم واحد فقط من خروج المصنفة الأولى سيرينا ويليامز من البطولة. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء.